السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين هذا الفيديو الأعزاء. في هذا الفيديو راح نتكلم عن أو راح نحل مسألة متعلقة بالكريتيكال باث ميثود، فهو أول الدروس اللي ممكن أنها تدخل في اختبار الفاينل. من خلال السؤال في عندنا بيكون جدول، الجدول متكون من 3 كولومز بالعناوين الثلاثة اللي هو الأكتيفيتيز والبريديسيسور والدوريشن، فبنحط قيم داخل الجدول ومنها بنحل مجموعة من الأسئلة اللي هي تقريبا عندنا 4 أسئلة داخلها اللي يخص يعني اللي يخص الجدول. فالسؤال الأول يقول draw the network diagram، السؤال الثاني find the ES اللي هو الـ early start والـ EF الـ early finish والـ LS الـ late start والـ LF الـ late finish value، والسؤال الثالث total float، والسؤال الرابع critical path. هذا هو الحين الجدول مثل ما انتم شايفين، ونبدأ الحين نحل اللي هو السؤال الاول draw the network diagram. هنا الحين بنسوي اللي هو بيكون start وهنا بنحط هذا بيكون للA وهذا بيكون للB. ليش احنا سوينا كذاك؟ اساسا في الA والB في الجدول مسجل عليه ان البريديسيسور الخاص فيه هو الستارت، معناته مباشرة من الستارت يروح حال الA ومن الستارت نفس الحالة يروح حال الB. فالحين بنجي نرسم اللي هو السي. السي بيكون يشمل الA والB. لأن البريديسيسور الخاص فيه هو عبارة عن A و B. الحين بنكتب أو بنرسم الأكتيفيتي اللي هي الخاصة بالD والأكتيفيتي الخاصة بالD جاية من الA ومن الC، جاية من هي من الA وجاية من الC. والحين عندنا الأكتيفيتي اللي هو للE جاية من وين؟ جاية من الدي. واخيرا عندنا اللي هو الانت وجاي من الاي. بكذا احنا الحين رسمنا اللي هو النتورك دايجرام. فالحين المفترض ان ننتقل للسؤال الثاني اللي هو find the ES EF LS LF الفاليو. فالحين بنبدأ نحل اللي هو الـ ES والـ EF الـ Early Start والـ Early Finish. فالـ Early Start هنا عندنا 0 0 وهنا مباشرة يجي 0 وهنا يجي 0. فصفر زائد 3 يعطينا 3. الـ 3 اللي سجلناها هذه تعتبر الـ Early Finish، والصفر لأول واحدة هذه تعتبر الـ Early Start. فالحين هنا نفس الحالة للبي، 0 زائد 2 اعطانا 2 اللي هو الـ Early Finish. علشان نحل السي ناخذ ما بين الـ A وما بين الـ A والـ B ناخذ القيمة الأكبر، فالقيمة الأكبر عند الـ A اللي هي 3، فصارت عندي السي 3، و 3 بلس 4 هنا يساوي 7 للسي. فالحين نفس الحالة للدي، ناخذ القيمة الأكبر ما بين الـ A والـ C لأن البريديسيسور للدي جايه من الاي وجايه من السي، فالقيمه الاكبر هي تعتبر من السي بقيمه 7، وهنا 7 بلس 5 يعطينا 12. انا هنا ما سجلت الاي تساوي هنا 2، فهنا 12 بلس 2 يعطينا 14، والانت خلاص تروح الى ال 14، وهنا بما ان الان 0 تكون في النهايه 14. بكذا احنا حلينا اللي هو الاي اس الايرلي ستارت والايرلي فينش. الحين بنروح للال اس والال اف. هنا بتكون 14 14 مثل ما هي،
وهنا الحين بنسجل اللي هو الليت فينيش 14 ناقص 2 عطانا 12، وهنا هذا اللي هو يعتبر ال LS الليت ستارت، وهنا 12 ناقص 5 عطانا 7. فالسبعة هذه بتروح بترجع للA وبترجع للC، أو لحظة، السبعة هذه الحين بتروح للC وما نوديها مباشرة للA، لأن أساسا بتكون عندنا قيمتين، لأن الA فيها الD وفيها C. 7 minus 4 عطانا 3. فهني الحين في الرجوع بما أن احنا عندنا 2، بما أن C مرجعة من الD ومن C، ناخذ الرقم الأقل، الأصغر ما بين C وما بين D. D يساوي 7 و C يساوي 3، فمعناته بنرجع قيمة 3، وفي الB نرجع قيمة 3. في الA 3 minus 3 أعطانا 0، وفي الB 3 minus 2 أعطانا 1. ونفس الحالة للستارت، بما أن احنا عندنا الA والB، ناخذ القيمة الأصغر واللي هي 0. فبكذي حلينا اللي هو السؤال الثاني اللي هو مطلوب منه. الحين نجي على السؤال الثالث. فالسؤال الثالث مطلوب منه اللي هو التوتال فلوت. التوتال فلوت ايش قانونه؟ التوتال فلوت قانونه بيكون الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت لكل اكتيفيتي. فاحنا عندنا تقريبا حوالي 5 activities وبنحلهم كلهم. عندنا هنا الـ A وعندنا الـ B والـ C والـ D والـ E. الـ A بيكون الليت ستارت يساوي 0 ناقص الـ Early Start يساوي 0، فبالناتج بيكون 0. الـ B الليت ستارت يساوي 1 والـ Early Start يساوي 0، فهنا بيعطينا الناتج 1. والسي هكذا بيكون الليت ستارت 3 ماينس الايرلي ستارت، نفس الحالة بيكون 3، في الناتج بيساوي 0. والدي الايرلي ستارت 7 ماينس الليت ستارت، عفوا الليت ستارت ماينس ايرلي ستارت يكون يساوي نفس الحالة 7، يعطينا الناتج 0. والاي الليت ستارت تساوي 12 والايرلي ستارت تساوي 12، فبالناتج يعطينا 0. فكذي احنا حلينا السؤال الثالث وطلعنا اللي هو التوتال فلوت. السؤال الرابع مطلوب منا نطلع الكريتيكال باث. الكريتيكال باث نطلعه لما نسوي، لما يعني ننقص اللي هو مثلا الايرلي، عفوا لما ننقص الليت فينيش ماينس الايرلي فينيش، واذا كان القيمه 0 فبيكون من ضمن الكريتيكال باث، فاذا كان اقل عن كذاك فبيكون غير كذاك. في نفس الحاله في التوتال فلوت، بما ان التوتال فلوت ظهر عندنا يعني 0 فهو كريتيكال باث، واذا غير كذاك معناته ما يكون كريتيكال باث. فنستنتج من هذا الحين ان الكريتيكال باث تساوي، هنا عندنا ستارت وما شرط ان نكتبها دائما، يعني ما ضروري ان نكتبها او لا، فبيكون هنا عندنا الـ A الـ C الـ D الـ E الـ End. وفي عندنا critical path اخر اللي هو مثلا start A D E End. هذا هو الكريتيكال باث لهذا المسألة ولهذا الجدول. وبكذا انتهينا من شرح هذا الفيديو، وان شاء الله يكون الشرح واضح، واذا كان في شيء يعني ما مفهوم يعني يرجى التواصل، وباذن الله نقوم يعني بحل اكبر قدر من الامثلة واكبر قدر من الاسئلة اللي تجي، ونشوفكم في فيديو اخر، وشكرا.